بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع: عالم البرزخ، الجهة النورانية والمظلمة. عالم البرزخ إنه عالم خاضع لقوانين الله تعالى، إنها قوانين تختلف عن القوانين الأرضية المادية في حياة الدنيا. البرزخ يدخله المؤمن والكافر، إما روضة من رياض الجنة للمؤمن أو حفرة من حفر النار للكافر. في البرزخ شقان منفصلان وحاجز بينهما: واحد، الشق النوراني من البرزخ، إنه واسع وهادئ وكله حب، وفيه رحمة الله ولقاء الملائكة الكرام وهم ملائكة الرحمة، وفيه لقاء الأقارب والأحبة المؤمنين، ويوم القيامة تفتح لهم أبواب الجنة، ويقال أن فيه نعيم يشابه جنة المأوى، إنها جنة البرزخ، ويقال هي الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم عليه السلام، وهي الجنة التي تذهب إليها أنفس من يقتل في سبيل الله، وأيضا أنفس المؤمنين والمتقين والصالحين والطيبين. بعد الموت ملائكة الرحمة تدخل المؤمنين إلى الجهة النورانية، وهم الملائكة الحفظة، وهم الذين يحفظون هذه النفس، يحفظون الإنسان بأمر ربهم، وهم الذين كانوا يكتبون أعمالهم في الحياة الدنيا وتبشرهم بالخير، فلا خوف أو مكروه يصيبهم. المؤمنين في البرزخ يعرفون أنهم ذاهبون يوم القيامة إلى الجنة فيكونوا سعداء. الشهيد يدخل جنة البرزخ ويرزق فيها من النعيم والسعادة، والأنبياء يكون في أعلى عليين مع الملأ الأعلى في البرزخ، والملأ الأعلى هم نخبة الملائكة. الأنفس المؤمنة الطيبة المحسنة تكون مع الأنبياء والشهداء والصالحين متفاوتة في مستقرها في جنة البرزخ حسب درجة الأعمال الصالحة والإيمان. قال تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي هم الملائكة حين شوروا في خلق آدم فاختصموا فيه وقالوا: لا تجعل في الأرض خليفة. المحسن تكون نفسه سعيدة لأن فكره تطور وأصبح محسنا في الحياة الدنيا، فيكون سعيدا في الجهة النورانية من البرزخ. الأنفس المنعمة في هذه الجهة إنها تمتلك شرارة المحبة، فهم يخبروننا عن طريق الرؤية الصالحة عن السعادة التي هم بها، والجمال والهدوء والمحبة والسرور، فيقولوا إنهم سعيدون بالحرية التي يعطيهم إياها القانون الكوني الخالد الذي لا نهاية له. حياتنا هنا على الأرض كغمضة عين عند مقارنتها بالبرزخ. الأنفس الطيبة في البرزخ تلتقي مع الملائكة الكرام، وتلتقي أيضا مع الناس الذين أحببناهم وعرفناهم في حياة الدنيا، مرحبين بهم وتعلمهم قوانين حياة البرزخ. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الرجل المؤمن بالله الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ليهدي قومه المشركون واتباع الرسل
فعندما قتلوه جاء تبشيره بالجنة مباشرة، ودخل جنة البرزخ وهي جنة تشبه جنة المأوى. إنها جنة موجودة في البرزخ لمن آمن وعمل صالحا. قال تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالمؤمن الصالح الذي كان يعمل الصالحات في حياة الدنيا يجد الموت غير مخيف، بل فرحة وسعادة أكثر من حياة الدنيا بآلاف المرات. فهو يدخل الجهة النورانية من البرزخ وتفتح له أبواب السماء، ويدخل جنة البرزخ وكأنه في روضة من رياض الجنة، ويعرف أنه ذاهب إلى الجنة يوم القيامة. المؤمن تتلقاه ملائكة الرحمة بيض الوجوه، وجوه نورانية، تتلقاه بكل محبة وعطف وحنان، وتأخذه إلى البرزخ جهة الجنة، وتعلمه قوانين حياة البرزخ، فيجد في هذا العالم البديع كل شيء جميل لطيف، وفيه المحبة والمسرة والفرح. أما النفس التعيسة تكون في جهة البرزخ المظلم الكثيف، وبعيد عن الأنفس المنعمة، ولن يتم لقاء بينهما. في البرزخ بعض الأنفس المؤمنة تشعر بالألم والضيق لسيئة ارتكبتها في حياة الدنيا، وهذا حتى هذه النفس ترتقي ويعفو الله عنها، فتدخل في جملة الأنفس المنعمة، وتدخل الجنة بإذن الله يوم القيامة بنفس راقية. 2. الشق المظلم من البرزخ. إنها جهة مظلمة كثيفة في البرزخ، وتكون في جهة جهنم، وهذه الجهة هي الجهة التي يذهب إليها الكافرين والأشرار والقتلة والزنا والمشركين والصحارين والمنتحرين، ويعرضون هناك على النار صباحا ومساء وماكثون في هذه الجهة، وهم عارفون أين هم ذاهبون يوم القيامة، وهو جهنم. فيكون تعساء أذلاء في البرزخ، أنفسهم تتألم وتتعذب كثيرا كثيرا، لعل حرق النار أهون. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. أي الذين كذبوا بآيات الله لا تفتح لهم أبواب السماء، فهم مستقرين في هذه الجهة المظلمة محصورين فيها، ولا نفوذ لهم إلى السماء، وهي السماء التي تصعد إليها أنفس المؤمنين. وهؤلاء الكافرين يوم القيامة لا تفتح لهم أبواب الجنة ولن يدخلوها، بل تفتح لهم أبواب جهنم. ومن دخل هذه الجهة لا يستطيع الذهاب إلى الجهة النورانية من البرزخ، وهي جهة السعادة، وهي جهة إقامة المؤمنين الصالحين. السيء الذي لم يصل إلى درجة التطور الفكري فآذى وأساء للناس في حياته الدنيا وتعامل بالسحر وآذاهم به، يكون في ظلام البرزخ يعاني ويتألم ويندم ويغضب ويتعس، ولن يشعر بالسعادة بل بالتعاسة والضيق والمعاناة. أما المنتحرين يزيد ألمهم في هذه الجهة بسبب الألم الذي أعطوه لأحبائهم وأهلهم لارتكابهم الانتحار. هذه المنطقة إنها للأشرار الذين عندهم كراهية وآذوا غيرهم، لا محبة في قلوبهم، فأصبح قلبهم مسودا لا نور فيه،
وأنفسهم تكون كالضباب المسود القاتم، ولديهم طاقة سوداء، ارتدادات ثقيلة، ويعيشون في عالم مظلم قاتم لا جمال فيه، عالم مفزع مرعب، محاصرين مع الأشرار في هذه المنطقة المظلمة، وبداخلها أصوات وصراخ وألم ومعاناة وشعور بالوحدة والتعاسة الشديدة، إنها عنيفة للغاية، ويشمون الرائحة الكريهة النتنة، فلا يجدون أي نوع من الفرح ليفرحوا به، وهذا دليل على أن الله غضبان عليهم، وهم عارفون أن العذاب ملاقيهم يوم القيامة، فيزيد ألمهم أكثر وأكثر. إنها سوى مقدمة للعذاب الذي سوف يلاقوه، وعند يوم القيامة فهم ذاهبون إلى جهنم وبجسمهم الجديد الذي يخلقه الله لهم، وعند الحساب يأخذوا كتابهم بشمالهم، إنه كتاب مليء بالمعاصي والسيئات، فيؤخذوا إلى جهنم. ويوم القيامة يعذب العصاة وعاملين كبائر الذنوب والفواحش، سيعذبون بأعمالهم الشنيعة التي ارتكبوها في حياة الدنيا من زنا وقتل وإشراك بالله وجرائم وسحر. بعض الذين عادوا للحياة من الموت الوشيك وصفوا هذه المنطقة من البرزخ، فيقولون إنهم سقطوا سقوطا في ثقب أسود مظلم شديد السواد، وفيه أجسام شريرة ذات وجوه مشوهة مخيفة وبشعة، وقامت بمهاجمتهم وضربهم، وهذه المنطقة رائحتها بشعة منفرة كرائحة الجثث المتحللة. المحتضر من الكافرين والظالمين عند موته يطلب الرجعة إلى الدنيا لعمل أعمال صالحة ويخلص في عبادة الله، لكن قضى الله أن لا يرجعوا، وسيبقوا في جهة البرزخ المظلم لغاية يوم القيامة. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيجب أن نفيق ونستغفر الله ونتوب إليه ونعمل الصالحات ونملأ قلبنا بالمحبة حتى يكون صافيا ومنورا. نحب الله خالقنا فيحبنا، ومن أحبه الله يكون هذا منتهى السعادة والرحمة. وعند موتنا تلاقين ملائكة الرحمة بكل محبة واحترام وحنان وسرور، وتأخذنا إلى جهة البرزخ النورانية، جهة الجنة، فنعيش العيشة السعيدة في البرزخ مع المؤمنين والطيبين والصالحين والشهداء والأنبياء، وكأننا في روضة من رياض الجنة. To keep watching these videos, go to YouTube channel نائل مصيطف.